كيف ما كتشوفوا هنايا، من بعد ما قطعت ثلاثة ديال التفاحات بالقشرة ديالهم، غادي نزيد المركز ديال الحامض، غنزيد خمسة ديال المعالق، يعني كيبقى على حسب الحلاوة اللي بغيتو نتوما. بالنسبة لهذا العصير هذا ما كنزيدو فيه لا سكر لا والو، غير هذا المركز ديال الحامض، الحلاوة ديالو كافية. وغادي نزيدو الماء وغنطحنو الخليط مزيان. وهنايا كيف ما كتشوفو، من بعد ما طحنت التفاح مع مركز الليمون الحامض، غادي نصفيه باش يتحيدو منو الشوائب، يعني ديك القشيرات ديال التفاح اللي ما طحناش غادي نحيدوها بالصفايه. وغادي نزيدو الكميه اللي بقات لنا ديال الماء، هنا غادي نزيدها انا في الكاس ديال الطحانه الكهربائيه، وغادي نزيدها على هذا الخليط اللي درت في الصفايه، يعني حتى يبقاو ليا غير ديك القشيرات ديال التفاح. هنايا بقات لي غير القشره ديال التفاح اللي ما طحناتش. بالنسبه لهذا العصير البنات، اللون ديالو كيبقى هو هو، يعني ما كيتكسدش التفاح كما كنعرفوا، يعني التفاح مع الحامض كيبقى اللون ديالو هو هو، يعني هذا اللون هذا كيجي كما كتشوفوا رائع. وهذه هي النتيجه ديال العصير الاول. الله، ندوزو للعصير الثاني اللي غنحتاجو فيه. هنايا درت جوج ديال البرباس اولا الشمندر، جوج ديال الحبات متوسطين، وهنايا عندي واحد البرتقاله اللي قطعتها دوائر وحيدت منها العظومه، ودرتها مع نص سيترو ديال الماء و150 غرام ديال السكر، وخليتهم فوق النار يعني حتى غلاو مزيان. وهنايا عندي الماء غنشوفو هنايا كيف ما كتشوفو، درت العناصر كامله في الكاس ديال الطحانه الكهربائيه، وغادي نطحنهم مزيان مزيان. كيف ما كتشوفو هنايا، من بعد ما طحنت الباربا والبرتقال غادي تصفيهم. هذه المرحله اختياريه، الى بغيتو تصفيوهم غتصفيوهم، ما بغيتوش غتخليوهم يعني بلا ما تصفيوهم. هنايا انا فضلت انني نحيد هذاك يعني ديك البقايا ديال الباربا، مادام احنا طحنا يعني طحنا يعني الفوائد ديالها كامل غادي ينزلوا، احنا اصلا ما طيبناهاش باش الفوائد ديالها يبقاو فيها، يعني ما يمشيوش مع الطياب. هنايا هذا العصير هذا ما كيجيش يعني خاتر، يعني هو كيجي يعني كيجي جاري، ما كيجيش خاتر، ولكن تيجي المذاق ديالو زوين بزاف بزاف. هنايا كيف ما كتشوفوا وصلنا لاخر عصير اللي عندي فيه ثلاثة ديال الجزرات مقطعين منقيين ومقطعين مسلوقين، وخليت الماء فسلقتهم. وهنايا عندي نص سيترو ديال البرتقال، يعني العصير ديال البرتقال، وكاس ديال السكر. انا درت كاس ديال العنبة. السكر تبقى اختياري كل واحد والذوق ديالو، كاين كيبغي الحلاوه كاين اللي كيبغي الحلاوه تكون ناقصه. وبالنسبه للخوخ والبشماش حسب الرغبه، يعني تكثروهم او لا تقللوهم، يعني ماشي مشكل، او لا الا ما كانوش متوفرين وبغيتوا تعوضوهم تقدروا تعوضوهم بياغورت ديال الخوخ او لا بالفاني.
غندير العناصر مع بعضياتها، وغادي نقطع الخوخ والمشمش ريفات. هنا كيف ما كتشوفوا غنقطع الخوخ وغنقطع المشمش طريفات، وغادي نطحن يعني الجزر اللي درت في الكاس، ونعود نطحن المشمش والخوخ حيت هاد الكميه شويه كبيره على الكاس. هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طحنت الجزر بوحديتو وطحنت الخوخ والمشمش حتى هو بوحديتو، غادي نضيف شي شويه ديال الماء في الكاس، وغادي نزيد القوام ديال هذا العصير. هذا اختياري بالنسبه لي انا، هذا جو ثقيل غادي نزيد فيه الماء. بالنسبه للكميه ديال هذا العصير اللي درت الاخير عطاتني 3 سيترو ديال العصير. كيف ما كتشوفوا هنايا انا زدت شويه ديال الماء بالنسبه لهذا العصير. هذا كيف ما كتشوفوا ما كيجيش ثقيل بزاف وما كيجيش خفيف، الصراحه كيجي المذاق ديالو زوين بزاف، عصير منعش للصيف ولرمضان. هنايا كيف ما كتشوفوا هادو هما العصائر اللي وجدت معكم، يجيو اكثر من رائعين، اقتصاديين ومذاق ما نقولكمش عليه. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ما تنساوش من الدعم ديالكم باشتراك القناه، جيم وبارطاج مع احبابكم واصحابكم وفي مواقعكم التواصليه. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.